الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية، ليس صحيحا ما يحكى عن تأخر لبنان بالإجراءات. على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان نموذجا لبعض الدول الأوروبية والعالم. نحن اليوم 13 شباط 2021 تحقق اللقاح الموعود. نعم، استطاعت الحكومة اللبنانية رغم كل التحديات بدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب وبمؤازرة ومساندة يومية من دولة رئيس مجلس الوزراء حتى حققنا هذا الحلم.